كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي احتفالية تسليم جائزة التميز العالمية إزريساج أورد 2024 للمنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء. وأكد مدبولي خلال الاحتفالية أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما تم تكريم فريق العمل القائم على تنفيذ المنصة وإعداد التقارير الخاصة بها. كما حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع فريق عمل المنصة.